عيني مدى. هو كان بيصلي وبعد كده بقى جاي يس بعد شوية. يلا بينا بس بس ايه 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 انت ما ينفعش تعالى تشوف عليا وكلمني كده. انتوا خايفين ان هو مش هيكون من ربنا؟ المفروض طبعا هو العكس. انتوا بتقولوا لنا يا بنت هو فيهم ايه يا بنت؟ ما كانوا كويسين. مش هنسلم، مش هنبيع، مش هنوافق على التطبيع. مش هنرق، مش هنرق، مش هنرق ايه وهنرق ايه؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ تستهبلي؟ انت ما شفتيش حاجه بعينك، ما بهزرش. احنا بنجرب، انا بنجرب. انا بقالي ساعتين بقول لكم بجد مش بهزر. خلاص يا جماعه، انا والله العظيم بس. السلام عليكم حبيبنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد ومقلب جديد، بس مين المره دي؟ في جودي. عايز اقول لكم على حاجه سريعه، انا لسه معمول فيها مقلب، اقسم بالله دراعي دوت كبسي دراعي وقع عليه. تمام، عمرو الكبير عامل فيها مقلب جامد قوي. المفروض احنا النهارده الاربع بنيجي شبرا عشان جودي عندها درس، فجودي ودينا الدرس ونيجي نقعد عند عمرو شويه، بنروح عند امي يوم. فعمرو الكبير بقى تعالى بس عندنا، عايز استغليت يا جماعه ان هو جاي عندي، انا قلت لازم انتقم منه. اعمل له عمل فيها مقلب جامد جدا، وانا بامانه بعترف ان هو مقلب جامد جدا. روحوا اتفرجوا عليه، هتلاقوا اللينك في الديسكربشن. انا لما رجعت الفيديو بتفرج عليه اقسم بالله مت ضحك، بمعنى الكلمه اقسم بالله دمعت من الضحك. فروحوا اتفرجوا عليه، اللينك في الديسكربشن. فاحنا المقلب ده هنعمله في مين؟ في جودي في الدرس. المفروض هي بتيجي على عمها عمرو، بنقعد شويه كده بنمشي. فاحنا قلنا بقى قررت منهم لازم نستغل برده ان مفيش حد موجود، لازم عشان لما يجي اي حد مش موجود معانا هو لازم يعمل فيه مقلب. فجودي هتيجي جودي، وما تنسوش كمان ما تنسوش ان قناه جودي وقناه ايسن في الديسكربشن، روحوا اعملوا لايك. لا هو انتوا ما تسكرايب له لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا اي جديد يعني. واللي ما يعرفش يخش على الديسكربشن ازاي او الوصف ازاي، كل اللي عليك انت جنب العنوان بتاع الفيديو على اليوتيوب هتلاقي كلمه المزيد. هتلاقي كلمه المزيد، دوس عليها، دوس عليها، اتفرج تحت كل القنوات بقى، اي حاجه بتاع عمرو وقناه جودي وقناه ايسن وقناه ادم وام ادم وام سيد وامي وابويا كل حاجه. مش قول كتف ما بهزرش والله العظيم بقى. معلش يا طب ما تخبطيش. طب ما بهزرش والله بقى. خلاص ماما يا جدعان تاني يا عمرو، يا عمرو الكتف يا عمرو، بقول له بقالي ساعتين بقول لكم بجد مش بهزر. خلاص يا جماعه، انا والله العظيم بقى. بس طب ما مش بهزر يا عمرو. ماشي بقى يا عمرو ما بهزرش. خلي فيه سبيس. كل الناس يعملوا اشتراك ونبقى عشان نوصل 100,000. عايزين نوصل عمرو 100,000 على اليوتيوب. يا جماعه اللي عند خالد مش عامل لي اشتراك يعني ايه؟ يعني بجد الاشتراك على عمرو وصل 100,000 يعني. خالد اعملوا لايك على الفيديوهات. خالد الكابتن وعمرو الكابتن. سامسونج الكابتن. 80,000 قليل قوي، عايزين نوصل 100,000. طب يلا بقى عشان انا حاسس ان انا عايز. المهم يا جماعه اللي رب الفيديو يا رب المقلب يعجبكم، احنا نعمل فيها مقلب يعني. بصوا يا جماعه نسينا اقول لكم حاجه مهمه قوي، المفروض ان دلوقتي دودو وسوسونه هيخرجوا. المفروض جودي تيجي ما تلاقوهمش في البيت، فهم دلوقتي هيخرجوا هيسيبوا الشقه ويخرجوا. دول بقى هاتوا اي هاتوا لنا بيبس اي حاجه شويه على لحد ما هي تطلع. اول ما تلاقوها داخل باب البيت تقوموا انتوا طالعين وراها. بس لا اخروا نفسكم بتاع 10 دقايق كده عشان احنا ايه، عشان نكون احنا ايه عملنا معاها شويه. اوكي تمام، جاهزين؟ ما تطلعوش، تقفوا بعيد بالله عليكم. ماشي والله احنا نبقى مراقبين ما تقلقوش. يلا يا جماعه نشوف هنعمل ايه. يا جماعه دلوقتي دول بترن عليا، انا قلت لها اول ما جودي تيجي يرنوا عليا. تعالوا نشوف وصلوا ايه. الو ايه يا دودو؟ خلي بالك عشان هي لسه بتخلع امها. دخلت عمارة الكراسي. يلا سلام سلام. طبعا احنا في الدور السادس فليلى لسه اول ما تطلع. عمرو انا اموت بجد اللي ما شافش الفيديو عند عمرو، اللي ما شافش الفيديو عند عمرو راح يشوفه، لان عمرو عاملها فيها حاجات موت والله. فانت روح شوف الفيديو عند عمرو ربنا يستر. بقول لك ايه يا اسطى، حط امك، حط البزوريه قدامها برضه معلش. هي كده مش باين برضه، هو مش باين بس عايش. جودي مش سهله. ايوه بس كده تمام، هو كده مش باين بس. هقول لكم ليه دلوقتي السجاره والولاعه تعالى. عايز اي ورقه، اي ورقه في سكيب، اي ورقه في سكيب. ما ينفعش. بص يا جماعه، عمرو جايب ورقه بتاعت ليه دي عشان هنلف فيها على فكره. مش ورقه ده، بص ورقه، ورقه بتاعت فوري فوري. خد الكراسه دي. ماشي ماشي. فك السجاره، فك السجاره، فك السجاره. هفك السجاره يا جماعه، السجاره عاديه هنفكها. نعملها كده يا جماعه، والله العظيم قرف.
قسما بالله ما هنا في السجاير ولا كان بيصور المقلب بقى. انا ما بطيقش ريحه السجاير دي والله برجع منها. ايوه ايه 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 انت ايه جايه بس يعني راجل ليه؟ ممكن نفتح الفصل؟ اتاخرت ليه كده النهارده؟ اتاخرت ليه؟ اتاخرت اهو النهارده اتاخرت نص ساعه. ايه خش جوه اقعدي بقى عشان ما تعمليش مزاجي. اقعدي خش جوه نشرب سجاره بنلف حشيش. في ايه؟ حشيش؟ اه هو تعرفه امك و يعني مش شكلت فيديو؟ فيديو؟ فيديو يا بنتي تعبتك مش شايفه. هو عملت ايدك بس 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 في ايه؟ اقعدي هنا عايز اقول لك حاجه. ايه ده؟ اقعدي سجاير بجد؟ لا بس ما السجاير دي بس بجد بس فيها حشيش بقى. بنجيب حشيش ونعمله كده ونقطعه حته صغيره كده ونولع فيه ونحطه. انتوا بتهزروا؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ده ورق بنلف فيه يا ست اصبري بقى. بقول لك انت ايه فينا؟ اقعدي بس على حاجه. اقعدي بقى ريحينا من القرف ده. صل على النبي. عايزين نشرب سجاره من ايه؟ نشرب سجاره؟ اقعدي مش بهزر بس يا بنت حارس. اقعدي بقول لك دماغنا تعبانه. ايه ده؟ دي السجاره اللي فقدناها. انت بقى تقولي ايه انت حقيقه معايا؟ اقعدي يا بنتي. اقعدي اتفرجي بس. ايه ده؟ ايه ده؟ ماما فين؟ اقعدي ما تقعدي. ماما صوتنا فين؟ تحت يجيبوا. اقعد اقول لك حاجه تانيه. نزلوا امتى؟ تعالوا شويه. شويه. اسمعي عشان مش قبل ما يطلعوا عايز اشربها. بس ما شفتيش حاجه. انت ما شفتيش حاجه بعينك. ما بهزرش. احنا بنجرب. احنا بنجرب حاجه. انا طلع طعمها حلو وخلاص ما هنجربها. لو طلع طعمها حلو ولو طلع طعمها حلو هنستمر بقى ونشرب وهشربك معايا. طب بقى انتوا خايفين منهم بتعملوا حاجه زي ليه؟ ما لو ما لو انتوا مش عارفين انها حاجه وحشه ما كنتوش عملتوها. انتوا خايفين منهم يعني احنا بنشرب. احنا مش عايزين نشرب عايزين نجرب. الله ايوه ريحتها جامده. ايه ده ايه ده ايه ده؟ تستهبلين انتوا عارفه انتوا اعتالي كام؟ والله لو الفلوس الدنيا كلها اهي توقعها. بس الدنيا مش بهزر والله. ايه الهزار ده؟ ايه اللي مش بهزر؟ انت بتتكلم كده اصلا؟ شوف بقى خالد بقى انا مش هتكلم معاهم. طب والله ما يطلعوا لون. قسما بالله لو قلت لهم اقول لك على حاجه لو قلت لهم ان انا بشرب لا في مصروف انت كده هتعمل ولا في فلوس. يعني بس انت خايفين منهم مش خايفين من ربنا؟ المفروض ده معاهم هو العكس. تمام يعني مش خايفين من ربنا. هي دي مالهاش دعوه اصلا. لا طبعا خايفين من ربنا. ما انتوا لو خايفين من ربنا مش عملتوها. ما احنا بقى احنا خايفين من ربنا. افرك يا عم افرك. طب الخديجه مثلا لما تشوفك كده ولا قايس تشوفك كده ولا ادم مش لما يكبر هيقلدك؟ لا برضه انت دي كده موعظه. طب بتهزر انت ازاي بتكلميني كده اصلا؟ عشان دي حاجه غلط. ما انت ما ينفعش تعالي تشوفك عليا وتكلميني كده. تعالى اديك نفس يا عم. بس يا عم يا عم ده نظر يا عم. طب ده هو ده هو وحش بقى تعملوه. كتفي بس كتفي حزن كتفي حزن كتفي. طيب هو في حد بيجي ابويا يعمله كده؟ مش بس انا كده ما قلتش كده والله. ما قلتش كده. ما قلتش كده يا بنت. كتفي يا بنت. رجعي انت يا بنت. معلش مش عارفه مالكم النهارده بجد. بنت عامله لك كتف مكاني برضه بتخبطني في كتفي. بس اقعدي كده. ما بهزرش عمري ما تخبطيش كتفي بقى رجلي تعبني. يا رب الغباء اللي في الناس ده. يعني يا وجعتي ثواني بس. ثواني بس. صبري حاجه. ثواني بس. ثواني بس. يعني دي وجعتك وانت مش عارف مش خايف من اللي هيحصل لك في الاخر من ربنا؟ يعني دي وجعتك ومش خايف من اللي هيحصل لك في الاخر من ربنا؟ سجاره مش هنشربها دي. ممكن تخش جوه تلحق ماما بتيجي وقبل ما يا عم نقعد نتكلم قبل ما يجوا. انا عايز اشرب سجاره. خش ما بهزرش ولا خش خش جوه عشان الريحه. يلا خش خش جوه. دي مش فكره فيديو يعني صح؟ فكره فيديو يا بنتي انت متخلفه. والله يا عم وريني يا عم احنا بنتكلم بجد. لا عشان الريحه يا عم مش الريحه. خش جوه. خش يا بنتي عشان ما تخش جوه مننا بقى. خش جوه. خش عشان ما عملكيش الفينش. خشي. خلاص عامله اهو. تعمليش الفينش. لا لا انا هدخل عشان مراتي ارتفعت. اقول لك خشي. والله مراتي ارتفعت. هو مش بيقول لك خش جوه؟ كله 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 كله. ما تخش عندك دي عشان الريحه بتاعتها ما تموتش. ما تجيش الشنطه. بقول لك في رمي عندك معطر؟ عندي معطر. خش خش شيل الشنطه دي يلا خلاص. يلا بنت امشي. شيل الشنطه ما وراكش والله. معاك البن. معلش انا مش بهزر. خد الشنطه خش جوه. يلا غزال. لف يا غزال. غزال ويا غزال ويا غزال. انت حلو. لما ادم يكبر يعمل كده عشان تيجي تزعقله. خليه يعمل زي ما انا دايما بتاعتي. امشي. ما تيجيش تزعقله. لو ربنا يكرمك كده يا معلم يجي يعمل كده ما تزعقلوش. خليه يكمل يعمل اكتر منك. دي كبرت وبترد عليا. خش خش كده جنينه. فين الباب ده؟ هو في حد لاقي؟ ما تخليش حد من اخواتك يخرج. يا عم قبل ما تنقش. دي كانت مغطيه. صلي صلي.
انا هقص الحتت اللي فيها ولعه وفيها دخان عشان خاطر الفيديو ممكن يتحذر، فانا فاهمين في اي حاجه فيها نار او فيها دخان لازم اقصها عشان كده. بس احنا ولعنا وقلنا دخنا شويه، معرفش انتوا شايفينه ولا لا. هو على الريحه السجارة ريحه جامده قوي. انا تارب اسمها ايه؟ شارب تلاته ستيلا. انا راجل قوي مش الا قاعد في البيت بسقط، والفانوس عمال بينقط، والشارع اللي ورايا قدامي، والكلام على طرف جودي. جودي ايسي، جودي افتحي لماما. زمانها جايه بعد شويه. يلا بينا بينا بس بس يا بنت افتحي. عشان تفوق يا ولا شارب بيره. ايه براحه مش انا بجد يا جماعه. تعالي ساعه بتخبط على ضغط ولا لا؟ احنا على دماغنا. تعمل ايه؟ انا الحاجه اللي جبتها مش اي حاجه. لا احنا يعني الولاده دي اصلا خش جوه يا جدي. جدي خش جوه. وانا معاك. مش طايقه نفسها ليه؟ مخنوقه. المستر كبت على نفسي. مخنوقه مش طايقاه. المستر انا مش طايقاه. عمليه بعد شوية جايبة حاجة موسيقية جايبة. وبقول ايه ده؟ شنطة فيها وزنطة. وتعمل كده ليه؟ بتعمل ايه؟ الو مالك؟ عارف الواد اللي اسمه خالد والدكتور وعمل له ايه؟ 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 راح ندي له هو مالهم يا بنتي؟ مالهم؟ طب هو عاملين كده ليه؟ هو شغله عامل كده ليه؟ بيحضروا فيديو. ده بيحضر ارواح. ما بيفكر. ده بيفكر في ايه؟ ربنا يعافيك. ايه جوه؟ في ايه يا مجنون؟ انت بتزعقني؟ هو انت بلعت لسانك؟ ما تتكلم. ده واحد بيسمعنا. فكر في الفيديو. بيفكر في الفيديو. ثلاث ساعات بيفكر في الفيديو. ما يرد كلمه واحده. ايه ده؟ يعني مش طبيعيه. وده؟ لا في ايه؟ اخبصت فيه ايه بجد؟ ده كشعره ليه؟ حاسس ان انا اخبصت فيه ايه؟ ما نفش كان تعبان ونفش وبيفكر في السماء. هو بيقلب فيديو بيعمل حركات كتير. السماء يا حبيبي يا ابني. انت بتقول لنا يا بنت هو فيهم ايه يا بنت؟ ما كانوا كويسين. مش وافق على التطبيع. مش هنقق. مش هتدق ايه وهدرق ايه؟ عشان كده مش هنبيع. استنوا بس يا عم. يا بنت ما تقولي لنا يا بنت والله كانوا كويسين ما كانش فيهم حاجه. ولسه جاي من الدرس ما اعرفش حاجه. امر عايز اخش الحمام. ما تتزبطوا بقى. وديني الحمام. تتزبطوا من ايه؟ الحمام. فين؟ شو ما تتزبطوش مالهم؟ امال انتوا بتقولوا تتزبطوا من ايه؟ ما شكلهمش حلو يعني. يعني انت جيتي لقيتهم كده؟ يعني ايه يعني شكلهم مش حلو؟ جيت لقيتهم كده. من غير سبب؟ معرفش انا زيك اهو. وبعدين فعلا عينيهم حمرا دم. ايه العبط ده؟ فيهم ايه؟ فيهم انت قاعده شايله الهم. فيهم ايه؟ انا شايله الهم. لا انا شايله
صرصار موجي الصرصار لك صرصار موجي الصرصار مفيش حاجة موجي الصرصار مفيش حاجة مفيش حاجة في ايه مدفوعة بطو فوق دماغ الصرصار فوق دماغ الصرصار فوق الصرصار ايه ده انا لا لا انا مش مرتاحة لها هي انت في حاجة المستر يا دي ام المستر سابت انت نفسي معرفش مالهم دول معرفش لهم كلام معرفش كلهم يعملوا بيت مستر تخيل انت لو عارفه حاجه وما قلتيش هزعلك مني ها عشان كده ده مش طبيعي هو هو جوزك ما انا فاهم ايه ده هو مش جوزك جوز مين هو انا اللي هعرف ما انا سايبينهم سلام ما يعني انا كانش فيهم حاجه المفروض انا اشوف طريقكم بعد ايش يا بنتي كنت فاكر كويسين حيلي مدى هو كان بيصلي وبعد كده بقى زي اللي بعد كده الو دنيا لا انت بتقول لك ده ليه ما تخافيش يا جوزي الفتان بيروح ونهار وانت بتدي ليل ونهار هضربك على كتفك لو اتكلم قول فين زباتي انت قلت لي هضربك على كتفك ما قلتليش اه هضربك لو هضربك والله حتى لو انا اللي اتكلمت خلاص 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 لو انا اللي اتكلمت هضربيه اهو خلاص هو بس سؤال بس صغير سؤال صغير هو احنا مش قلنا قبل ما هم ييجوا قلت لك ما تعرفهمش حاجه صح انت بتقول سقفوا الجدر يا جماعه معلش لا سقفوا الجدر يا جماعه سقفوا الجدر يا جماعه هي عشان احنا العبيطه بنعمل فيكي معنى بتقول لك كده عشان بحال بتشوف انا غلط ايوه انا غلط عشان ايه عشان ايه غلط لا احنا فعلا كنا شفتش طب اقول لك حاجه اوريك ان انا ما بخافش ايوه هو ده انا سيبت الحاجات دي يا سوس يا بنتي بتعمل فيها مقلب بنعمل فيها مقلب والله على فكره انا شفت الحاجات دي يا سوس ايه المشكله اللي انت ما تعرفوش انا شفت الحاجات دي حاجه اقسم بالله انا شفت براحتك بقى ان شاء الله معانا حلو يا عزم معانا نشرب مع بعض كده كويس تعالى يا جودي تعالى احنا نشرب كلنا يا جودي يا عبيط ده هم كمان عاملين فيكي بقى يا عبيط خد يا جوي تعالى مش عايز اقول كده يا عايز شويه اكتر من كده وتتفرج عايز يا جوي واحد رجلي اتكسرت واحد رجلي اتكسر وكتفي اتكسر وانا يا عم هي جودي لا معلش يا جودي اتكسر جودي بس وقعت على فيكي مقلب كده على السريع انا فيكي مقلب هم معايا اعملي بقى بنتي اقعدي يا جودي فيها جيمي اصلا تعالي خدي تعالي تعالي بقى اقعدي بس انت جدعان قالك كام حلو احنا انا وعمرو نشا قلت لها انتوا خايفين منهم مش خايفين من ربنا فدي رساله بصوا القمريه طب بقى
تحت الفرسونة؟ تحت الباب. تحت الباب. مش شايفاه تحت الباب؟ هو التليفون هيدخل تحت الباب؟ يا بنت الكاميرا فوق النيش يا بنت. ايوه هو حاطه في الجبس. مش النيش، فوق النيش هنا. بص اهو. فوق التليفون اهو يا بنت اهو عند ال هو التليفون اهو. هتلاقيه ورا هو هنا ولا هنا ولا هنا؟ هو التليفون اهو. ازرق يا نهار ازرق. بقى بقى هو التليفون كان كده اتعمى. يا جماعه لازم في كل فيديو ياخد له واحده. لازم نقفل الفيديو كده. ما بقاش يشوف، ما بقاش يحرك دراعه. فكرني بيها الكاميرا اللي كانت شايفه ال خالص. عين جبسن بورد ورا الجبسن بورد ورا الجبسن بورد. شفت مش عارف ايه شوفوا اللي اتعمى. مش عارف يمسك ايه ولا ايه ولا ايه. احنا جبنا سجاره فرد. ناصر معاك مين؟ سلام يا جدعان. سلام يا جماعه. يا جماعه يا رب يكون رد فعل الجودي عجبكم. يا رب يكون الملعب ده عجبكم. يكون الملعب عجبكم. ولو الملعب عجبكم برده طبعا ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان كل جديد. وتدعوا لخالد ان ربنا يرحمه. تدعوا لخالد في الشفا. تدعوا لخالد ان ربنا يرحمه ويبعد عنه للحسن. خالد محسود يا جماعه. خالد واخد عين. واخد عين. بقى بعين واحده. جاب الدم؟ جاب الدم. انت عندك دم. ألف سلامة يا خالد، ألف سلامة يا خالد، ألف سلامة يا خالد، ألف يا خالد. ده أصلنا جه كده. لا لا ما تقفرش. يا جماعة كلنا ندعي لخالد. يا جماعة هو خالد لازم ينبح عشان احنا كده في كل الفيديوهات خالد لازم. جاب الدم. جاب الدم. يا ساتر يا رب. معلش يا ساتر يا رب. معلش. بجد والله. انت عامله بجد؟ ايوه يا ابني تعبيرة جامدة. حتى ما تجيلها كربوش والله. يا ابني ايديها صباحك كده. كده دراع ودراع. خد يا جماعه كده. خد دراع وخد عين كده. عين ودراع. بتلسع والله. بتلسع والله. بتلسع. الف سلامه يا خالد. طب صور ايه يا عمرو؟ مصور الجرح. ماشي يا عمرو. على فكره دي اصابات عمل فاكيد هيتاخد عليها. خد النهارده. خد النهارده اتدمر. المقلب بتاعي خد له واحده في دراعه والمقلب اللي في جودي خد له واحده في عينيه. خد خدي خالد البس النضاره دي. البس النضاره دي يا خالد ان شاء الله تبقى كويس. ايوه البس يا خالد. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يجي فلوس وتعالي. سلام سلام.